هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو اليوم عنا الأسبوع المميز للمطبخ السعودي؟ 100% اليوم حنعمل من المطبخ السعودي، حنعمل جريش اللي هو قمح ورز مع لحم دجاج، بس فينا نعملها مع لحم غنم كمان. أوكي. حنعمل رز بخاري اللي هو بفرجينا تأثر المطبخ السعودي والمطبخ الأفغاني، وحنعمل آخر شيء حلو بالتمر اسمه الهيثم. فحنبلش أول شيء بالجريش. لهي الطبخة كمان استعملنا قمح مجروش مطحون قبل لانه لنسهل الطبخه. حنحط معها رز، حنحط فيها دجاج مع بصل وفيها حليب ولبن. حنبلش هلا بنفرم بصلي اول شيء. بصلي ناعمه يعني هيدول من الاكلات المشهوره. اي اكيد هيدي موجوده على طول بالعلامات السعوديه كمان بالاعياد موجوده، اللي هي بتشبه شوي الهريس، الهريسه اللي بتنعمل، بس انه هيدي الفرق فيها رز، فالرز بيعطيها فيها سكر كمان على الوش؟ لا ما فيها سكر هيدي، فيها البهارات اللي هي العود القرفه والحب الهيل وورق الغار، بيعطوها نكهه معينه كمان. فهلا حنشوف كيف حنبلش فيها. اوكي. هناخد شوية زيت. هنعوز بصل. ثوم. كمان بتنطحن مثل الهريسة. كمان ممكن نطحنها يدوي او على الماشين. بس اليوم بوجود الماشين واحد لقيته يعذب حاله. يتعب حاله بايديه، اكيد اذا بحب يعمل رياضه هذا غير شخصي. منيح على الرياضه. ايه بس لانه هي فعلا بتتعب بتصير بعدين ما ننسى النشا بالرز بصير قاسي يعني بيسمك الطبخه فبصير طحنه اصعب شوي. هلا خصوصا يعني اذا كان كميه كبيره وست البيت عم تشتغل على ايدها أول أشياء خصوصا بتاخذ وقت كثير كبير، بس هلا لانه نحن بعصر السرعه وفي كثير سيدات بيشتغلوا بيقضوا وقت طويل برات البيت، فعندنا مثلا القمح المجروش فكره كثير مهمه، يعني في كثير من السيدات ممكن انا كمان منهم ما كنت اعرف انه مثلا في قمح مجروش فيني استبدله بقمح الحب، يعني في كثير طبخات كنت استغني عنها ما طبخها كرمال سلق القمح بده وقت وتحضير كثير. هيك عم نهين حياتنا. اكيد في على طول اشخاص بحبوا التقليد يكون مزبوط، اكيد نحن مش ضد هالشغله، بس اليوم في عندنا مثل ما نقول وقت محدود او بنضطر نعمل طبخات، فينا نستبدل امور معينه بامور ثانيه بتهيئ لنا وقت الطبخه، بتصير اسرع عنا اهيئ للشغل. طيب ونفس الطعمه بيطلعوا القمح المجروش معنا، بس ما فينا بعتقد نخلط قمح مجروش وقمح عادي لانه شيء بيستوي طبيعي، بصير تخبص كثير الطبخه بعدين. اوكي.